مش عايزين ننسى، مش عايزين ننسى التمن، مش التمن، لا، مش عايزين ننسى الحالة اللي احنا عدنا فيها سنين، وكانوا لو قدروا علينا كانوا ذبحونا، لو قدروا علينا كانوا ذبحونا. وانا بقول هنا وقلت يمكن مرتين ثلاثة قبل كده ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبكرم منه احنا الموجة دي استطعنا القضاء عليها، مش عايز اقول بنسبة 100%، لكن بنسبة تقرب من 100%. بمين؟ بولاد مصر، من الأسر البسيطة في كل أنحاء مصر. فأنا ما كانش هيفوتني إن أنا أقول لطارق متشكرين، مش باسمي بس، باسمي وباسم كل المصريين. وهنا الترقية وحتى العرفان، ده مش كفاية، العرفان والترقية الحقيقية لطارق ولكل راجل زي طارق من الشعب المصري، من الجيش أو الشرطة، هو أن البلد دي تفضل تتقدم للأمام، ويفضل شعبها مستعد وفاكر تضحية أبنائه. وهنا عملية التذكرة اللي بقولها عشان كتير مننا ما يحاولش أنه هو يضيع ده، يضيع الجهد والدم اللي راح خلال 10 سنين من المواجهة والبلد ما وقفتش فيها أبدا ولا قالت احنا بنقاتل إرهاب، ما نكملش، لا، فضلت الدولة بتعمل ده بأجهزتها، الجيش والشرطة وكل قطاعات الدولة، وفي نفس الوقت الناس تانية بتكافح وبتشتغل عشان تغير حياة الناس. فعشان كده ما كانش هيفوتني ان انا مرة تانية اشكرك، ربنا يديك الصحة والعافية، وبشكرك ويعني ربنا يحميك ويحمي كل اللي زيك. شكرا جزيلا.